مساكم فل لي، ترقبوا الافتتاح الكبير بكرة الجمعة إلى من؟ إلى نون توب. هذا المكان يا جماعة داخل بقوة، الموقع حقه القطيف شارع القدس، بعد مزايا الغذاء، بعد مكتبة صفار مباشرة. نصور لكم المكان من الداخل. الله تبارك الله. طبعا نون توب من الأماكن اللي دخلتها وأبهرتني، أماكن التخفيضات كثيرة، بس هذا المكان ما شاء الله تبارك الله عنده تنوع، عنده منتجات فريدة. طبعا أي منتج هنا سعره 5.75 ريال هللة، بعض المنتجات سعرها أعلى، أسعارهم جدا جدا مناسبة. ناخذ جولة ونتعرف على منتجاتهم. على فكرة بمناسبة الافتتاح بكرة يوم الجمعة عندهم عروض على بعض المنتجات، راح تكون عروض خيالية. طبعا ما شاء الله تبارك الله المكان متنوع، عندهم أواني منزلية، عندهم لعب، عندهم تحف وهدايا، عندهم منظفات ورقيات، يعني نقدر نقول احتياجك المنزلي موجود تحت سقف واحد. يا سلام ما شاء الله تبارك الله. وبعدين المكان مرة مريح، ممراته واسعة، حلو حق التسوق. وبمناسبة الافتتاح راح يكون بكرة، الكرسي هذا يا جماعة بكم؟ ب5.75 ريال هللة. السلة الكبيرة هذه بكم؟ ب5.75 ريال هللة. طبعا لكل عميل راح يكون حبة واحدة، لا يفوتكم العرض مرة قوي. شهر رمضان وعلى الأبواب، وأكيد محتاجين صحون. شوفوا التشكيلة هذه من صحون السيراميك، شغلات حلوة مميزة. مثل ما قلت لكم المكان عنده أشياء يتفرد فيها. شو رأيكم في الصحن هذا؟ 5.75 ريال هللة، وهذه الحروف العربية مرة حلوة صراحة. المكان يا جماعة مرة بديع. شوف تخيلوا هذا ب5.75 ريال هللة، عجبوني هذول مرة حلوين. المكان ما شاء الله مرة مميز. وهذا قسم الزجاجيات، وعاملين عرض على المجموعة هذه، حبة كاش وحبة بلاش. هذه ب5.75 ريال هللة، تاخذ مثلها أو تاخذ نوعية ثانية ب5.75 ريال هللة. وهذه تشكيلة من المباخر اللي عليها عرض، والعرض عليها مرة قوي، ب5.75 ريال هللة بمناسبة الافتتاح. طبعا يسوالها أكثر بكثير. شو رأيكم؟ ب5.75 ريال هللة، مرة حلوة. هذا 3 قطع، يا سلام بكم؟ ب5.75 ريال هللة. شغلات مرة حلوة وأنيقة، مرة عجبتني صراحة، باخذ لي منها. وهذا قسم الألعاب، وما شاء الله تبارك الله، وأي لعبة هنا بكم؟ ب5.75 ريال هللة. وهذا القسم قسم الهدايا والصناديق، صراحة المكان يا جماعة مرة بديع. ايش رايكم؟ اي شيء هنا ب5.75 ريال هللة. ايش رايكم؟ ابداع صح؟ قلت لكم المكان فريد. وهذا قسم العطور والبخور، وهذه العطورات اللي تشوفوها راح تكون حبة، والحبة الثانية مجانا. هذا القسم يا جماعة ابهرني، زهور ورود صناعية. تعال يا حبيبي رتب البيت حقك وزينة. وعلى كم؟ على 5.75 ريال هللة. شوفوا التشكيلة اللي عندهم صراحة شيء مبهر. وهذه تشكيلة من السفر الرمضانية، والمتر بكم؟ ب5.75 ريال هللة. ما شاء الله والرواق، يا سلام. هنا أحلى كوفي تشربه في هالأكواب هذه، أحلى، أصنع جوك. وبكم؟ ب5.75 ريال هللة. إيش رأيكم؟ شيء بديع. يلا وبمناسبة الافتتاح حاطين بعد عروض على المقالي. هذا بكم هذا؟ ب5.75 ريال هللة. يا سلام أحجامها مرة حلوة. وهذه زينة شهر رمضان وزينة القرقيعان، وهم موجودة عندهم. يلا وتستاهلوا بمناسبة الافتتاح وقرب شهر رمضان. هذا جيك و6 كاسات ب5.75 ريال هللة. ترامس الشاي وعليها عرض مناسبة الافتتاح مرة قوي، راح تكون ب10 ريال، ومع الضريبة كم تطلع؟ 11.5 ريال. مرة حلوين. اللي صورناه هذا فقط في الدور الأرضي ما شاء الله تبارك الله، وقريبا راح يفتتحون الدور العلوي، راح يكون عندهم ملابس وأجهزة كهربائية وتشكيلة واسعة من احتياجاتكم، وكلها بأسعار مناسبة. بعد السنابة هذه راح احط لكم حساباتهم، اعملوا لها اضافة عشان تتابعون الجديد عندهم.